ومثل العادة ما فينا نختم الحلقة فما بالكم بالسنة وما يكون معنا أبو طلال. أبو طلال مساء الخير. مساء النور أخت. كيفك؟ الحمد لله. أبو طلال خبروني أنه أنت جاي تعطينا بعض التوقعات للسنة الجديدة. أول شيء أنت عندك موهبة شيء التوقعات؟ ولا مالق من حدا. شو جاي تتوقع لك؟ يعني أنا مثل اللي بيتوقعوا أنه بتابع أخباره مثلاً على فترة السنة كلها على أونلاين جديد بقى لأخباره بكب اللي 600-700 توقع ألا ما يضرب منهم 3-4. أنت هيك جاي تعمل توقعات يعني؟ طيب هلأ أنت مصدقة اللي بيطلعوا بيتوقعوا بقولوا لك يعني أهم توقع ضرب معهم دم ببيروت. ما نحن مش بسدني تبهي، ما نحن على صفة سيارة بيوقع قتلان وثلاث جرح وخمس قتلة. صح ولا لا؟ بقول لك دم ببيروت، قوات أجنبية بلبنان، ما هي اليونيفيل عم بكزدروا بلبنان. شو؟ هي مزبوط ولا لا؟ مزبوط. حالات مرضية كثيرة، ما كل الشعب اللبناني مريض. صح. خندس بالمندس وأرحب الطرحة هلأ هول الجداد اللي بالمعدة والقلب والنغوزات والشقبقات، ما كلنا. أبو طلال الهوى لإلك، اتفضل وأتحفنا بأول توقع. ثانك يو، بس بليز إذا فينا نطلب من إدارة البروجرام يعطونا ميوزك حزينة واللايتينج يخف شوي عشان أنا تركز عشان الرؤية يعني. إيه بفهم، بدنا نفوت بالمود. كل شيء له مود طبعا. لو سمحتوا يا شباب، موسيقى كيف بدك؟ سوفت لايتينج. إيه سوفت لايتينج. أوه موسيقى. أوه وكاسة بيت وساشا روسية عشان هيك فرغ ستريس قبل ما إيه صح. ليك أبو طلال بخصوص اللايتينج والموسيقى، دونت وري they will take care of it. هلا بخصوص الباقي، بخصوص الباقي طنش على الموضوع وفوت، يلا كمل. اوكي. حقيقه ايوه شايف بعيوني صاروخ بلبنان هيوصل على القمر يطلع من هون. صاروخ بلبنان هيوصل على القمر؟ مش الصاروخ اللي بيوصل برا اللي بيطلعوه بيتشوا فيه على وش القمر هون. شايف صاروخ حتصفقنا اياه الحكومه اللبنانيه، يعني 24/24 كهرباء، 24/24 مي، مواصلات، ترامواي، عرفتي شو؟ هيدا الصاروخ اللي حناكله نحن بعد كم سنة قدام. ماشي؟ شو شايف غير الصاروخ؟ شو شايف غير الصاروخ؟ اوكي. شايف إنه بلدنا رح يصير بلد نفطي ونطلع غاز يا أخا داليا. خي، الحمد لله. بس بال 2042. يعني حتكون العالم كله الكرة الأرضية صاروا على الطاقة الشمسية والهواء، ونحن هيدا الغاز اللي حنطلعه حنعمل فيه أكبر ذات مفتقة نفوت فيه كتاب جينيس. ما أنت دايما دايما بتوصل لايت، دايما متأخر. والله أخد داليا لأني ببلش يحفروا هلا بخلصوا بال 2042 ولا عرفتي شو؟ لما يخلصوا بكون العالم كله صار على الطاقة الشمسية والهواء، ونحن شو؟ بنعمل أكبر ذات مفتقة وبصورونا وفتنا بكتاب جينيس. وانت بعدك عم بتشوف. بعدنا عم شوف. كمان ايه الافكار رؤية. لا بعرف بعرف اجتني يعني بعرف. عندك ما ورائيات انت طبعا حقيقه هلا شايف شويه ضوء بوجهي قوي شوي بخففوه بس ضارب شوي حقيقه اخت داليا شيلك من التوقعات الرؤيه اللي بتجي من برا. ايوه تمام على طربوش الراس على الدماغ. ايوه أوكي. أنا اللي بقوله كأبو طلال الصيداوي لبنان سنة الجاي سوف يزدهر. عم بحكيك المضبوطين، حنعيش حالة اقتصادية مرتفعة على أسس مضبوطة، يعني حنقوم يتحسن الوضع بلبنان إن شاء الله. أنا عم أقول لك لأنه هلا مرقنا بنفق الخ بعدين في النظافة. ما إحنا كل سنة هيك ننزل نطلع ننزل نطلع ناكل كف من قوم. يعني حترجع الدنيا داون تاون وأوروغواي ويو يو وهبي ووضع الفراشات كلها حتشوفيها سنة الجاي. أبو طلال أنا عم أقول لك حيزدهر بكرة. بتشوفي بتشوفي أنا شو عم أقول لك، بكرة حيزدهر لبنان وحنشتغل حيصير في دولار وحنعيش بحبوحة. يا الله يبشرك بالخير يا أبو طلال. آمين يا رب. وأجل الجديد ما علوا المعاش، طرقهم فيديو للجديد، فضيحة الجديد من الها من الآن يا الأزل. معلش بده يصير في دولار بكرة، ولا حكي على مسؤوليتك. بدك نمنتج هيدي الجزئية ولا لا؟ لا على مسؤوليتك خليها. مش على مسؤوليتك أنا اللي عم بحكي ولا أنت؟ أنت رفقة أنت والكبار كلهم. أصدقائك يعني بين بعضكم تتقطع. وأنت مش أصدقاء معهم يا أبو طلال.
قص بس مش مكمل للباقي يعني. لا يا عيني لا 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 انت اصدقائه على الاخر على الاخر. بعدين ليك ليش انت امتى الجديد زعلتك حقيقه؟ ولا مره. رئيس مجلس اداره الجديد اكن له كل احترام وتقدير صدقا، ويا استاذ تحسين اي ميس يو فروم ماي هارت. مشتاق له. يلا وكمل، ما انت بدلك نكمل. يلا لا حقيقه كلنا بحبهم، بس يعني تحسين رفقه. تحسين شو استاذ تحسين رفقه يعني قديمه صداقه. أنا بتوقع سنة الجاي ما فيش أبو طلال بالجديد، مش هيك؟ وأنا هيك بقول تكريماً لهالحلقة. نحن ما في سنة الجاي، ما هنلحق نوصل لها يعني. أنا عم أقول لك هلا بعد شو بدها لها نص ساعة بيجيني تليفون برا يا كلب. ماشي على الغلطة. على كل حال أبو طلال، بما إنك أنت حكيت عن الجديد، خلينا هلا طبعاً نحن أكيد نتوجه للعالم كلياتها بإن شاء الله تكون السنة الجاية يا رب أحسن من السنين اللي قطعت. كمان نحن هون بدنا نخص بالمعايدة على وجه التحديد قناة الجديد كلياتها من رأس الهرم لا آخر فردًا فيها. مزبوط. وانت انت بتطلع حتى من الجديد؟ لا حتى مع جيفارا ومتروك ورامي. ما عم بقول لك انت بتطلع بتوصل على اول شيء، بتوصل على الصيدلية انت. اه لفق. ايه بالضبط، اذا ما كملت لمحل تاني. على كل حال متمنين ان السنة الجاية تكون سنة خير ويمن وبركة وتعم على كل الشعب اللبناني. انا لا. انت لا؟ ليه؟ وقفت التصوير. انا لا ما بحبها الصراحه يعني، لا محطه بتنحضر ولا بحبها، ولا تلتوكتير ومشاكل ورياض بيسي بده يظبط وضع لبنان كله، فايد حاطط لي مناخير وبدي التفاصيل قبراني براسهم يعني. بحبونا يا شيخ نحن قاف هلا ما بنحبهم؟ انا صراحه يعني ما بحبهم هيك كمان. هيدا قاف نحن قاف وين ابو طلال؟ انه هلا نحن مش تصوير يعني، عشان لا اذا تصوير اختي ما فيهاش مسح، ما تقوليليش هتصب ولا ما تصبش. ابو طلال كل عام وانت بالف خير، وبنشوفك كان الله رد على السنه الجديده بحلقات جديده من فشه خلق، وينعاد عليك وجود لك. ثانك يو سو ماتش، جود لك. طبعا انا اصلا بحاجه لللك معكم انا طبيعي.